ونعود من جديد إلى أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا السيد رائد الخضر. سيد رائد، نتوقف أيضا بعد البيانات التي حللت كيف سيكون تلقي السوق العالمي وتحديدا الأوروبي عليها إلى اجتماع لرؤساء البنوك المركزية في فرانكفورت على خلفية مؤتمر تحديات الاتصالات بتنظيم الاي سي بي المركزي الاوروبي. لا. عندك المركز الياباني جاي طبعا، الاوروبي، الامريكي، وحتى بنك انجلترا. ما المتوقع ان يتم الحديث عنه في هذا التجمع؟ حقيقة بعد أسبوع نوعا ما خالي من البيانات المهمة ذات التأثير، يأتي هذا الأسبوع المقبل مع خطابات ومع يعني محفزات للأسواق للفولاتيليتي أو للتذبذب بشكل عام. طبعا تختلف وجهات النظر لرؤساء البنوك اللي ذكرتيهم، اللي نحن عم ننتظر اجتماعهم، لكن إجمالا من الواضح أنه في عنا نوع من تخفيف النبرة التشددية للسياسة التيسيرية حول العالم. بعض الشيء كذا سمعناه من الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية أن يكون هناك رفع ثالث، نعم هذا العام، ولكن التعيين الرئيس الجديد، رغبة ترامب الداخلية بأن يبقى الدولار الأمريكي في مستويات نوعا ما منخفضة ليحفز الأسواق داخليا، ليحفز الصادرات إجمالا، إضافة إلى الصدمة الأخيرة اللي أخذناها من المركز الأوروبي بالتمديد البرنامج التيسير والتقليص الأقل من المتوقع. نعم، وأشكرك جزيل الشكر ضيفنا السيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، على حضورك وأيضا على يعني تفسيراتك حول ما يحدث في الأسواق العالمية. شكرا. متواصلين معكم في البوصلة بعد قليل.